إخوة تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الجاست اللي غادي يهضر لنا على كيفاش حقق نتائج زوينه 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 بزاف في واحد الوقت خيالي في البلاتفورم ديال ماتش با امازون. ضرب جو بونس واحد شحال ضربتي بعدا؟ دابا 890 اللي واصله لي اللعب. 890 ديال المبيعات تبارك الله في شحال ديال الوقت؟ في شهرين. في شهرين. شهرين مهم. يعني عاد شغلنا. أبخي من بعد واحد مهم شهر ديال المحاولات الفاشلة والروينة. من بعد عجز. أوكي تبارك الله عليك أخويا سفيان، الله يحفظك. الأخ سفيان غادي يهضر لنا على التجربة ديالو كيفاش حقق هاد النتائج هادو ويعطيكم شي نصائح وداك الشيء هذاك. بغيت نجيب لكم شي واحد اللي يالله بادي حتى هو يالله شغلنا عندنا الكونت هادي واحد شهرين وبدا تقاتل، داز من مراحل اللي في شكل ديال المقاتلة وداك الشيء هذاك ما لقى حتى شي نتائج، من بعد لقى النتائج غادي نعرفوا غنكتشفوا إن شاء الله جميع كيفاش لقى النتائج وحقق شي حوايج زوينين اللي بزاف منكم غادي يبغي يحققهم ان شاء الله. فتبعوا معنا من الاول حتى الاخر باش تستافدوا. هذا الفيديو غادي يكون عامر لي زاستوس بالتيبس والتريكس وموتيفاسيون الخوت اللي هي اهم حاجه. الاخ سفيان شكرا بزاف على الحضور ديالك معنا في هذا الفيديو هذا. قدم لي راسك اخويا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، معكم سفيان الوردي انجينير ديفلوبمون انفورماتيك. صافي دابا واحد ربع سنين وخوكم سالاري ما خدام، راكم عارفين الدومين سالاريال كيفاش داير. مي ان سيغتان مومون بنادم تيبغي يفكر انه يدير واحد انكام ديالو اللي غيبقى له واحد المده وغيوفر له او موا واحد الحوايج اللي يقدر يستغلهم في واحد انفستيسمون اخر اللي هو كيحلم به ولا باغيه. مي ليسونسييل هو انه يجينيري الدولار، يعني سواء كان عندك رغبه في ميرش سواء ما كانش عندك رغبه في ميرش وعندك رغبه في شي حاجه اخرى، مي ميرش هو واحد المويان اللي تقدر تجينيري به العقل دير به حاجه اخرى، وعندو دي زاستوس اللي خصك تحترمهم وخصك تعرفهم اون بريالابل قبل ما تبدا. اولهم هو ابعد، خصك اولا تكون عندك واحد ديسبري اللي تسيباري راسك من التفكير ديال الناس اللي دايرين بيك اون جينيرال، للأغلبية فيهم باغي يبقى سالاري حتى يموت، باغي يدير ابارتمون طوموبيل مرا فهمتي الموت الباطع. مي كاينين الناس اللي عندهم طموحات شويه كبر من هادشي كيبغيو يلونسيو دي بيزنس اللي يمشيو بهم كثر في حياتهم واللي يقدر يعيش بها حياه زوينه بوكو با، يدير الخير الا كان لوبجيكتيف ديالو يدير الخير، داكشي اللي غيجينيري بغى يخدم على راسو هو عنده الحق ديك الساعه. علاش اختاريتي ماتش بالضبط نتايا؟ كاينين بزاف ديال لي دومين صراحه، كاين جوب شيبين الصراحه مايلين وهي خدمت فيهم كاملين، بقيت خدمت فيهم كاملين. يعني هو كان جات بالصدفه اللي هي كنا واحد المره جالسين في كافي، كان واحد الدري ما كنعرفوش، تحيه ليه بعدا السي وحيد من هنا، كان خدام حدانا ترونكيل. الدري دوموندينا منو لانفورماسيون وشنو كيدير، يلا اول مره غنعرف انا شي حاجه سميتها ماتش. شرح لي مسكين، عطاني الوقت قال لي شنو كاين. عطانا وقت زعما برافو عليه، يعني كيبغي الخير بنادم. ومن بعد وراني الكونت انستغرام ديال عدنان، صافي هضرت مع عدنان خديت منه الكونت، شفت الفورماسيون اللي كيصيفط في بارميل حتى هي فيها بوكو د انفورماسيون اللي كتنقص عليك بزاف الوقت في الريشيرش على شي حوايج اللي تقدر داكشي تعلمو في نهار، تعطي غير نهار داكشي وتشوفو اتيت روبوزي، غتاخد بزاف الافكار بلوس عاوتاني السيرش ديالك انت، بلوس عاوتاني الا كانوا مثلا دي زامي خدامين اونصومبل وكان لسبري ديال لو بارطاج د انفورماسيون بيناتهم راه سي تان بلوس عقل، يعني كما تنقولوا بزاف العقول احسن من عقل، عقل غيشوف هادي العقل الاخر ما غاديش يشوفها. كيفهم لي كدير واحد لا كونكاتيناسيون بين التفكير ديال واحد التيم، هو فينالمون كل واحد عنده الكونت ديالو سيباري، يعني كل واحد الله يسهل عليك. مي ملي كدير الفيوزيون ديال بزاف الافكار كتخرج بافكار احسن من الافكار اللي غيقدروا يكونوا عندك انت بيرسونيلمون. اي فوالا خديت الكونت من عند خويا عدنان، ومره مره صراحه كنحصل في شي لعيبات كنجي كنسولو صراحه ما كيعطلنيش. تحية اخي عدنان، برافو عليك الله يحفظك. اقل ما ندير معاك اخويا ومع الدراري، راه بنادم شاغي ولا ما شاغيش كنتعاملوا معاه. هذاك الشيء اللي كاين. اهم حاجة هو بنادم يتحرك ويبدا، فهمتيني؟ الانسانية، وفي الاخر كان شيء انسانيا فهمتي، كتعاون بنادم لان انت اصلا تبارك الله راك ديجا خدام، ما محتاج ليا لا انا لا 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 لشي واحد اخر، يعني ديجا راك خدام راك مافونسي بزايد في ميرش و ميم طون فهمتي، حتى لي سبري ديالك زوين غيخليك دير بزاف ديال الخدام.
أبار ما عرفش يعني اللي ينجح في حاجة راه ينجح بزاف د الحوايج، خاص غير لونغاجمون توتال، هو إن فوا كتونغاجا توتالمون حتى العقل كتبروغرام. عرفتي باش عجبتيني أخي سفيان؟ مغير أنك نتايا خدمتي تبارك الله وتحركتي وبديتي كتجيب نتائج زوينة، بغيتي تدخل بنادم معاك في الدومين، وشنو وصدق الاخ سفيان جاب لي اكثر من 10 ديال لي كليون اللي شراو من عندنا لي كونط والله العظيم صحاب، وماشي غير تقول لهم سير عند عدنان سميتو خذ من عنده الكونط، كتقول لهم كاع انا نمشي نهضر معاه وداكشي هذاك، يعني كتانفولف كتدخل في داك المعمعة هذيك باش تحاول تقرب بنادم للمعلومه، وحتى الا سولك شي سؤال كتجاوبو وداكشي هذاك، يعني كتبارطاجي هادشي اللي كيعجبني انايا في الناس بحال هو ان ما كتظنوش ان اللي غادي يدخل معاك غادي ياكل لك رزقك، رزقها من عند الله كاين، انت بارطاجي المعلومه وربي غادي يزيدك رزق ان شاء الله. فوالا هادشي اللي كاين، لان كيما قلت لك امازون راه بيعه يعني الى انتوما تير 10 دخلتوا مثلا 10 ديال الدراري راه يلاه 100 ديزاين، راه كاين ناس عندهم 200,000 في الليميت ديال الديزاين ديالهم، شنو انت الا مشيتي بهذا الكونسيبت ما تدخلش في المارش من الاول، راه ما تقدرش تحداهم، ما تقدرش تدخل معاهم في منافسه، خاص واحد لا ديفيرونسياسيون في العقل هي اللي غادي تخليك في الاول تزيد واحد الطبقه، خصك تكون ديفيرون، خصك تكون عندك واحد الطريقه اللي هي كتكون شخصيه تابعه ليك انت، خصك تبنيها في الاخر باش تعرف كيفاش تسيرشي، كيفاش تلقى لينيش، حيت لوبجيكتيف كامل كيفاش تلقى لينيش، وكيفاش تكون ذكي باش تكتب الكيبورد ديالك، خصك تفهم لك اليوم علاش كيقلب. هادشي كامل راه هضرنا عليه في الفيديوهات، راه غير اللي ما بغاش. لا هضرتي على هادشي، انا تقريبا كنعاود داكشي اللي قلتي اخي. لا زعما كيقول لك بنادم ما عارفين شما هذا، اش راه المعلومه موجوده، خاص الانسان غير يقلب عليها، راه لونغاجمون في العقل، خاص الانسان بدا يتونغاجا هو الاول، ماشي تقول انا غادي نجرب نشوف واش تصدق ليا واش هادي واش، راه اوتوماتيكمون عندك احتمال ديال نقدر نقول لك 100% واخا القطع ما كيكونش سيور 100%، مي راه انا كاع التجارب اللي شفتهم في حياتي راه ما نشوفش. غادخل غاتونغاجا مع اي حاجه، غاتونغاجا معها 100% غادي اوتوماتيكمون غادي تتعلم، ولا انفورماسيون موجوده، خاصك تعطيها الوقت وخاصك تابليك، خاصك تبراتيكي، الا ما براتيكيتش ما اكزاكتلي. انا عطيت بيني وبين راسي، يعني اونغاجمون بيني وبين راسي ك 6 موا لوبجيكتيف ديالي ماشي هو الفلوس، 6 موا خاصني نطلع في التير بكلكو سوا فهمتيني، وتقدر تطلع يعني تقدر تزيد اوغمونط على هاد 6 موا هادي، تقدر تمشي حتى العام ما عنديش مشكل، غير هو ندير اللي عليا انا شاك فوا، عاطيني مثلا لو دغوا في 10 ديال لي ديزاين جوج في النهار ندير اللي عليا، وبداك حيت دوك الجوج خصك تستغلهم مزيان، خصك تلقى النيش اللي غيفيدك، غيكون اولا خاوي ما يكونوش فيه الناس بزاف، وغادي يكون شوف انت لي زيتود اللي غدير، واش غادي تتبع لي تراند اللي كاينين في شوف عاوتاني المارشي اللي كتسيب ليه، واش امريكان واش فرنسا واش الالمان، على حساب كاينين بزاف ديال الدراري كل واحد المارشي اللي كيسيب ليه، كل واحد السيرش اللي كيدير، خاصك انت تقرر، حيت القرار في الاول كامل بيدك، من انك مثلا بلاصه ما تبقى تحمق راسك وتحاول تطلب امازون يكريو لك كونط وهما راه ما غيكريوش لك كونط، غتضيع واحد الوقت كبير اللي هو هذا الوقت مثلا ديال واحد عام عامين، وانت غتطلبهم راه حتى 10 سنين ما غيكريوش لك الكونط، خذ كونط مستغلوش ما كريوش كاع، ما نقولوش ما كريوش كاع، نقولوا كاين واحد لا شونس قليله ان بنادم غادي يقدر ياخذ الكونط، نقول لكم علاش، هادشي كنا فسرناه مره مرارا وتكرارا، لان كاين بزاف الناس كيطلبوا لي كونط وامازون كيعطيو لي كونط قلال، الوغ ماشي الناس كاملين غادي ياخذوا لي كونط، فوالا فهمتي، حنا علاش يقبلوا لنا لي كونط، لان كنطلبوا ارام يعني الاف ديال الطلبات فهمتي، كيقدروا يعطيك واحد البركه صغيره ديال لي كونط اللي كتعاود فيهم، كتستغل واحد البورسونتاج قليل، باش منين ما يجيش ويقول لك علاش ما تعطيش داك لي كونط بلا فلوس، علاش ما توريناش كيفاش، راه ما يمكنش، حتى واحد ما عارف طريقه 100% كيفاش، راه غير كتلوح ولا تقبلتيه هو هذاك، ما تقبلتيش كتعاود تقلب بلوس كاين تيم داير هذا الشيء، راه خصو تخلص عندك دا شارج في هذا الشيء، راه تقدر هذا الشيء واش يكوفري لك لا شارج ولا ما يكوفريش لك، ما يمكنش. المهم كيبقى في الاخر ان بليزير، انا بالنسبه لي انفستيسمون ديال 700 درهم حطيتها حاليا دابا تقريبا راه غادا 3000 دولار، يعني الا جيتي تحسب بالحساب ديال الحساب ديال الفلوس راك رابح، غتحسب بالحساب ديال انك غتستافد واحد الدومين جديد تعلم ليه وتزيدو في لو سافوار فير ديالك
راك مستافد. في 7 ايام جبتي 2000 دولار اخي، ما كيعطيوهاش للوزير، الوزير ما كيتخلصش داك داك الفلوس. والله العظيم ما لدا ولا لا الا اذا وافقت. الوغ بنادم خصو غير امن ان كاينه الفلوس في هذا الشيء هذا، ويمشي بالعقليه ديال الانفستيسمون ماشي العقليه ديال غنخسر داك الفلوس، ويعطي الخدمه ويتقاتل، وراه ان شاء الله النتائج غادي تجي. لون تيرم، شوف الدراري، الدراري اللي كيفكروا كون تيرم، اللي كيفكروا انا غادي ندير دابا غنبدا خاصني نربح اليوم ولا غدا ولا الشهر الجاي، ما تليميتيش الوقت، فهمتيني؟ الوقت ما خصوش يتحدد، حيت كلشي كيتحدد بالكاليتي ديال الخدمه ديالك انت، حيت فينالمو كتلقى في الفيرست بيج ديال اي نيش كتلقاه، راه كتلقى شيرت واحد، لا كتلقى واحد حاط بزاف، ما كتلقى مراكل واحد جوج ثلاثه هما اللي كيدخلوا له بزاف العاق، ابار سا كتلقاهم مجلحين فين باج رابعه الخامسه، الا وصل لهم بنادم شحال غيجيبوا ليه كاع، شحال ديال السيرز غيجيبوا ليه، كتبقى كيسيون ديال الكاليتي ديال الخدمه، وخاصك تفهم الكليون اللي في المارشي اللي انت غادي تسيب له. نايس. اجي نهضروا شويه على كيفاش نتايا حققتي هاد النتائج هادو، يعني ما تهضرناش على النيش اللي خدمتي فيها وداك الشيء هذاك، غير لي زاستوس لي استراتيجي، شنو تبعتي نتايا باش لقيتي داك النتائج اللي كنتي كتقلب عليهم اللي ما لقيتيهمش في الاول ولقيتيهم من بعد، شنو بدلتي، شنو درتي، شنو هما الحوايج اللي تبعتي باش وصلتي لداك الشيء اللي حققتيه؟ هو في الاول، في الاول كنت صراحه خدام، ما نقولوش بالعقل، مي خدام ما لاقيش يعني الطريق اللي غادي نمشي عليها مزيان، يعني حتى جلست شويه مع مع الصديق اللي في الاول وراني الدومين، عاد بدا شويه كيبين ليا مثلا دي ميثود، باغ اكزومبل مثلا تخدم على تويتر، مثلا تويتر هو اللي خرجني من هذا، من هذا، من هذا يعني من تير 10 هو تويتر، كتدخل كتشوف لي تراند اللي كاينين. خويا الغزال شارحينو في ذاك الفيديو ديال كيفاش تخرج من تير 10، راه غير اللي ما بغاش كما قلت لك اخويا، راه غير اللي ما بغاش، راه المعلومه موجوده، المعلومه موجوده، ولكن شي نوبات كتبغي شي واحد اللي يفسرها لك بواحد الطريقه، فهمتي؟ يعني ذاك الدري يكون ما قالش معاك وما قال لكش ها كيفاش وكيفاش وكيفاش، تقدر ما تكونش تكابطيها مزيان. فوالا، حيت كيسهل عليك الوقت. هو مثلا مسكين في الاول راه ضيع عليها مثلا واحد 3 mois، وكتلقى ضيع عليها بزاف الفلوس في الادز، باش كيجي كيعرف مثلا واحد اللعيبه راه خدامه ولا ما خداماش، فهمتيني؟ كيجي كيعطيك ريزولطا نيشان، تيقول لك خويا ها شنو كاين، ها شنو كاين، ها شنو كاين، لاصق. حيت هو نورمالمون سيرفيس بايون، هو نورمالمون هاد سيرفيس ساكوت، ما كايناش فابو، فهمتي؟ يعني الا 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 كان الانسان غيكتشف داكشي راسو كيما دار هذاك اللي كيبيع السيرفيس، لان هذاك اللي كيبيع السيرفيس انفيستا فيها وقته، انفيستا فيها فلوس، انفيستا فيها بوتيت دار دي فورماسيون ايور، بزاف ديال الحوايج كيدخلوا، راه المعلومه ساكوت، بحال مثلا انا معلومه وصلتني بزيرو درهم، وصلت بزيرو درهم، ما عنديش مشكل، كيبقى هنا اختيار شخصي ديال الانسان هو ولو سونس دو بارطاج ديالو. ولكن شي نوبات ما كتقدرش تبارطاجي كلشي، لان مثلا ماشي حيت ما باغيش، حيت بسبب الوقت، مثلا الفورماسيون اللي كنت درت مع جوج ديال لي جروب ديال غنيه ديال الناس، راه في كل فيديو اخا راه 4 ديال الساعات 5 ديال الساعات وانت جالس وانت كتشرح، وانا ثلاثه صحابي حمقوني اصاحبي في كل فيديو. الوغ ما تقدرش دير هذا الشيء في يوتيوب، ما غتقدرش تونجاجا مع بنادم وتهضر معاه فاس ا فاس ويقول لك شنو هو هذا السؤال وتعطيه هو الجواب ويعاود يرجع لك ويقول لك هذه ما فهمتهاش مزيان، فسرها لي عاوتاني بطريقه واحده اخرى، كتفسرها بطريقه واحده اخرى، يعني هذا الشيء ما كتقدرش ديرو في يوتيوب، هذا الشيء اللي الانسان ما كيفهموش وكيتحبط، راه غير باغي تبيع فورماسيون، وعاد سيم تايم راه ماشي مشكل تبيع فورماسيون الا غادي تفيد واحد الانسان. دابا البلان نقاطعك خويا عدنان، البلان اللي خسر هاد الاودينس ديال هاد البلان هذا بالضبط، هو كاينين بزاف الناس اللي كيبيعوا دي فورماسيون اللي الكونتنت ديالهم ما غيفيد حتى بشي لعبه، فهمتيني؟ كيبقاو شي غير معود، داكشي غير عز خونا، كتلقى بنادم غير سامع اولا ما مجربش، ثانيا كتلقاه من الاخر كتلقاه نص صعب صافي، داكشي اللي كاين، كيقاد لك مثلا واحد 50 فيديو ولا 30 فيديو ولا شو هو، وتلقى اللي غادي تعطيه راسو صافي، المهم ليسونسيال هو عنده هو الشيفر، اما انت ما تنظنش انك محتاج فلوس لي فورماسيون، فهمتي؟ الله يجعل البركه في ماش. لا ولكن غير الوقت ديالك بطبيعه الحال، الوقت كتحاول مثلا 4 الساعات اللي غادي حيت فيه بزاف ديال لي ديزاين، ديك 4 السوايع غتقاد فيها بزاف ديال لي ديزاين، غتحطهم غتعرف غير 10 منهم غير ترانكا ولا غيصوروا لك بزاف،
يعني راه تقدر تقول انك كتخلي على واحد الطرف كبير ديال الاغا باش تبارطاجي مع بنادم لافورماسيون اللي الا كان عندك لي سبري ديال ان غتقول غيدخلوا غينافسوني غيديروا ما غاتوفريش هاد السيرفيس اصلا وغتحتكر الدومين بوحدك وغتضرب العاقه بوحدك وصحتك فهمتيني يعني كيبقى ان بليزير حيت لافورماسيون في الاخر راه ما كاينش الثمن اللي غيقدر يعوض لافورماسيون راه هو كتبقى في المايند سي اخاي بنادم خصو يفهم هاد القضية هادي بعدا اصلا ديال ان لانفورماسيون راه سافوت كتر من داك الفلوس اللي غادي فهمتي وسورتو الا ابليكا داك لانفورماسيون دابا انت مثلا هذاك الدري عطاك لانفورماسيون بلا فلوس جبتي منها 3000 دولار انفستيتي 700 درهم في الكونت جبتي منه 3000 دولار ويلاه بادي الو شوف شحال انفستيتي وشحال خديتي اون غوت ديك كتبقى وكنقولتي مع راسك وكنقولتي مع راسك هادشي ما فيهش فلوس ماتش از ديد ما كايناش الخدمه المنافسه بزاف الهنديين محتكرين السوق فهمتي ما غاديش تبدا كاع وما غاديش تشوف واحد 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 النتائج زوينه لان غادي تفشل من النهار الاول غتفشل من الدقه الاولى بلا ما تبدا الوغ برافو عليك كنحييك من هذا المنبر انك ما خممتيش في داك التخربيق هذاك وطحنتي طحنتي الباكيت شنو هما الصعوبات اللي لقيتي في الاول وكيفاش تحديتيهم هو هضرنا على الصعوبات انك كتحب ديزاين في الاول عاجبك من بعد مده ما تبقاش عاجبك كيف كتستنتج انه راه ما خدامش دو ان ثانيا كتولي انت كتفكر بينك وبين راسك على دي ميثود دو ريشيرش اللي مختلفين على الناس الاخرين لان بزاف ديال الناس كيخدموا نفس الميثود دو ريشيرش بزاف ديال الناس الا جيتي حتى انت تخدم نفس الميثود دو ريشيرش ديالهم وي غادي تلقى لي برودوي اللي كيتباعوا غادي تلقى بزاف د الحوايج ما غتلقى مشكل في التنافسيه طالعه اون فوا غتلقى مشكل في التنافسيه طالعه غادي تحط ديزاين ديالك غادي تبقى تمن في لاكلاس يعني عندك بورسون اون فوا التنافسيه طالعه راه بورسونطاج ديالك باش تبيع وسط دوك الناس كاملين راه اوتوماتيكمون كيكون صغير قد ما كانت التنافسيه طالعه قد ما البورسونطاج ديالك انك تبيع كيكون صغير هنا فين كتجي الكرياتيفيتي ديال الشخص يعني لقيتي واحد النيش دابا بقات كيفاش غادي تدخل في داك النيش صابني شي غادي تدخل بحال هكا صابني شي هذا هو السوكيت انني لقيت واحد الكروس نيشن والكروس نيشن الصاب نيشن والكروس نيشن اهم حاجه هاد الكروس نيشن صراحه لنا خير هي كتخلط نيش مع نيش الصاب نيشن هي اوكي كتكوبلي جوج ديال النيش معلم جوج ماشي غير جوج ديال النيش حتى كونسيبت مع نيش يعني كونسيبت ديال الفينتيج كونسيبت ديال رينبو كونسيبت ديال تاي داي اللي خدام دابا مزيان كونسيبت ديال الانيمال برينت فهمتي هذا تايجر برينت وداكشي انيمال سكين وداكشي هذاك كاع لي كونسيبت اللي خدامين مزيان انت هي كوبيهم كوبليهم مع نيش جديده اللي عاد بانت ولا مع شي كواو عاد بان ولا مع هذا وثيق بيا راه ما يمكنش ما طحنش باب هذاك الدوله هادشي كامل راه شرحناه في يوتيوب شرحناه في فورماسيون بزاف ديال المايس يعني باقي بامال د انفورماسيون يعني عندنا انا براسي باقي ما وصلتش ليهم وتبارك الله يعني خديت منه واحد البورسونطاج حتى هو و يعني حاليا تنحس براسي ساتيس يعني انا مفتخر براسي في هذا الدومين هذا انه بانت لي ريزولت يعني في دو موا كطلع التير 100 وعندك بريسك 900 ديال السيلز راه الا ما كانش الريزولت ما عرفت مخير ريزولت باش بيني وبين مخير راه درتي شي حاجه اللي بزاف الناس كيحلموا باش يديروها علاش لان ما وقفتيش بقيتي غادي هذه هي اللي فسرت لبزاف ديال الناس في واحد الفيديو اللي كنت درت على الفرق ما بين الناس اللي كينجحوا واللي كيفشلوا هو الناس اللي كيفشلوا ما كيكملوش كيوصلوا لواحد الليميت كيقول صافي انا عييت اما هذوك اللي كينجحوا كيكملوا لان الناس مختلفه من ناحيه القابليه ديال انهم يكملوا راه كاين اللي كيعيا دغيا وكيمشي لدومين واحد اخر اللي كيقول هذا الشيء ما خدامش اما الانسان اللي كينجح كيقول لا سي غادي نزيد نكمل راه هذاك فلان ناجح وهذاك ناجح وهذاك ناجح انا شنو ما عنديش هو عنده اوتوماتيكمون ليرور كاين في لا بيرسون ما كاينش في الدومين لان الدومين بزاف الناس شاد ليهم خدامين وبخير وعلى خير ومنو النيت مولدين بزاف ديال الحوايج في الريال وشوف كل واحد هو ليسونسييل مثلا مير شنو غيعطيك العاقه ديك العاقه انت اخويا دير بالك بغيتي يعني تقدروا يكونوا عندك دي زوطخ اوبجيكتيف مي كيبقى هذا واحد المويان
باش تجينيري الدولار فاسيلمون، نقدروا نقولوا كيوصل واحد لو مومون كيولي فاسيلمون. بحال مثلا الهم اللي هز مثلا انا الكونت ديالي اللي يلاه بادي، ماشي هو مثلا الهم اللي هز مثلا عندنا بالكونت ديالي، ماشي نفس الهم. عندنا ديجا فايتنا مثلا بواحد المده كبيره ديال الخدمه، عنده سي دا فورماسيون في دماغه اللي هو خدام بهم، عنده بزاف ديال الاستراتيجي في دماغه اللي هو خدام بهم، مي باغ كونطخ الانسان يلاه بادي على حساب الدور اللي بدا بها وعلى حساب لي زانفورماسيون اللي تلاقى معاهم، سوا خداهم سوغ انترنيت سوا خداهم من صحابو سوا على حساب، هي اللي كتقيم الكاليتي ديال الخدمة ديالك. حيت فينالمون انت انت اللي كتخدم، مكيخدمش لك شي واحد اخر، انت اللي عندك لاكسي على لوكونت ديالك، وانت اللي عندك الباسي ديالك قدامك، عندك شوف ليديتور باش كتخدم باش كتقاد لي ديزاين ديالك، انت اللي في الاخر كيما تنقولو راه شاكان سا ميطود، كل واحد والطريقة ديالو كتخدم. ما تكومباريش راسك مع ناس واحد اخرين وتقول كيفاش غنوصل انا لهذا ولا هاد الغلط كيبدا من القرايه، هاد الغلط كيبدا من القرايه وسيرتو من الوالدين. مثلا تيجيو الوالدين تيقولوا لك راه فلان جاب فلان جاب هادي فلان جاب هادي، ما تقدر تكون انت ما نجحتيش اصلا في داك العام وتكون انت عندك عقليه ومونطاليتي ديال ان بيزنس مان حسن من داك الصاط اللي مشى مثلا جاب 19 ولا جاب 23 في الباك ولا شوف شحال جاب. ما في الاخر كتبقى انا نعطيك اكزومبل مثلا تجربه شخصيه، راه البلوبا ديال الدراري اولا البنات اللي قراو معايا وكانوا دي ماجورون، راه في الاخر شي دوموندي لانفورماسيون من الناس اللي ما كانوش دي ماجور. علاش؟ لان اللي ما ماجوراش عطى العقل واحد المجال انه يتعلم بزاف د الحوايج اخرين. انا ما غنعطيش 100%، هو كتبقى على حسب العقليه. انا تنهضر مثلا على العقليه الشخصيه ديالي، انا مثلا لونغاجمون ديالي الا كانت شي حاجه اللي انا مامن بها 100% راه غنتونغاجا فيها توتالمون، مي او ميم طون عقلك كيبقى كيسيركيلي شنو واقع، شنو واقع في في لونتوراج ديالك، حيت من تما تقدر تجيب لانفورماسيون اللي غتنفعك في داكشي اللي كدير، تقدر تجيك واحد ليد اخرى اللي غترجمها لشي حاجه لشي حاجه اون رياليتي. خص الانسان لي سبري ديالو يبقى مفتوح وما يسمعش الناس اللي تيقولوا له ان البلاد ما عاطياش هادي ما دايراش هادي. عطي راسك اخويا، عطي راسك وعطي البلاد. انا مثلا دابا ما عنديش مشكل ان المغرب يدي معايا 10% في التيفيا بصحته وراحته، ما عنديش مشكل. يعني ديجا نقدروا نقولوا ان داروا اللي عليهم، انهم عطاوك بزاف ديال الحوايج فور فري، تعلمتي انك كيفاش تبني واحد العقليه ديالك اللي هما ما مسؤولينش عليها، راه انت في الاخر اللي كتبني واحد الريزونمون ديالك اللي انت كتكون مسؤول عليه. في الاخر انت خصك تخرج بواحد العقليه اللي هي غتفيدك انت، ولا كانوا عائلتك حتى هما في لامار تعرف كيفاش تخرجهم، حيت لوبجيكتيف في الاخر الانسان خصو يفكر راسو، وداك النجاح ديالك اللي غتنجح راه ما غتستافدش فيه غير انت بوحدك، راه غتستافد منه انت وصحابك وعائلتك وكاع الناس اللي دايرين بك غيستافدوا منه، لان الا جيت تخدم غير على راسك بوحدك راه غير غتسالي شنو محتاج انت كاع. دابا ايماجين اخاي كل واحد فكر بهاد العقليه هادي، كيفاش غيولي المغرب؟ شنو غيولي المغرب بحال امريكا. الو خويا سفيان، شنو تقول للدراري والبنات اللي مازالين في التير 10 ومازال ما جابوش داك النتائج اللي باغيين؟ يعني ما شافوش شي حاجه اللي غادي تموتيفيهم، شافوا غير الناس هضروا على ما تبع امازون فيه الفلوس، بحالك مثلا نتايا بديتي في التير مازال يلاه في التير 10 وضربتي اكثر من 800 سيلز. شنو تقول لهم خويا؟ شنو نقول لك؟ نقدر نقول لهم ان انا يلاه دابا سيمانه باش خرجت من التير 10، يلاه سيمانه باش خرجت منه، ومام با دازت واحد ربع ايام موراها ما عرفتش شحال طلعت للتيرميا، ولكن هادشي كامل راه التيراب فاش كطلع راه هي ريزولطا ديال الخدمه ديالك، اولا ريزولطا ديال الكاليتي ديال الخدمه ديالك. راه الا كان فيك انت الديفو وكانت لانفورماسيون كتوصلك وما كتفهمهاش كوم الفو، راه الديفو فيك اوتوماتيكمون. خص تكون عندك هاد القابليه ديال انك انت تنتقد ذاتك، ما تلصقش ليرور في شي واحد اخر. انا غادي نقول انا لا ميثود ديالي دو طراباي ما خدامش، ونقنع بها راسي، و او ميم طون غتكون عندي واحد الفيزيبيليتي على لي رو فين كاين، حيت انا اللي عارف راسي شنو كندير وقتي فاش كنضيع. شي نوبات اخاي سفيان، الناس ما كيعرفوش شنو هي لي رور ديالو، شنو هو المشكل ديالو، شنو غيدير؟ ما عرفوش لي رور، كاينين بزاف ديال المراحل باش تعرف لي رور ديالك فين كاين. دو ان غتشوف الديزاين ديالك انت فاش غادي تاندكسا، غتكومباري تكومباري الديزاين ديالك مع لي ديزاين ديال لي كونكورون ديالك. اولا مساله بديهيه من الاولى، اول حاجه خصك ديرها انت من الاول، فوالا هذه هي الاولى. ثانيا
الا كنتي كتعرف شي انسان اللي عايش في داك المارشي اللي انت خدام عليه وغيعطيك رايه بواحد الحياديه وبواحد غيكون محايد في رايه ديالو، ما غياخذ اون كونسيديراسيون ولا صحبه لا والو، وغيقول لك هادشي واش سامارك ولا ماشي ولا مهم ولا مخدام. هادي حتى هي كتهم، لان حتى العينين ديال الناس كيفيدوك. راه الا جا مثلا واحد اللي غيتقاس داكشي اللي انت خدام عليه هو يقول لك واو هادشي نقدر انا نتقدى منك صافي سامارش بخير، ولكن كتبقى الحاجه اللي خص يلعبوا عليها الدراري ديال تير 10 هي بعدو من لينيش اللي فيهم كونكورونس عالية، لان يا اما غادي تحط كاليتي طالعه بزاف وغادي تسنى، لان اوتوماتيكمون في الاول ما غاديش تليست انت قبل الناس اللي ديجا بايعين وعندهم ريفيوز في الاول اوتوماتيكمون، ما غاديش تسناها. مي الا تقدر تسي مثلا صابنيشي ولا دير شي ميطو تقدر تكريها ديالك كاع تقدر نتايا ماشي مشكل، عندك لو دووا دير اللي بغيتي، ما فين غتقدر تخدم مزيان لكن غيبان البلان. غتجي مثلا انا غنصابنيشي مثلا هذه هي لا ميطو اللي خرجتني، يا انني مثلا جيت لواحد نيش برانسيبال وصابنيشي عليه، خديت واحد السنتنس وخدمتها بواحد ستريكتور بواحد ريزونمون، وشفت انا دوك الناس مثلا حتى الكولور اللي كيجذبوهم حتى كما قال واحد كما كان قال لي كاين واحد كاين داك الواو افيكت، كاين داك الواو افيكت يعني الديزاين ديالك خاصو بنادم تيسكرول، بنادم ما عندوش الوقت بنادم تيسكرول خاص الديزاين خاصو يوقفو في السكرول توقفو، الا ما وقفتيش راه ما كاين والو، راه غيمشي غيدوز لهذوك اللي قل منك حتى في الليستين ديال البروداكت ديالك كاين تحت منك وغيمشي ليهم، ويقدر يتقدم واحد تحت منك. يعني ها انت امازون دار معاك زوين، ها هو سيدي حطك في الاول، ما الديزاين ديالك ما كيبيعش كيف الدراري. وانا كنلاحظ الاكثريه ديال الدراري اللي تيكونوا دي ديزاينر هما اول وحدين كيابوندوني، لان خصهم حتى الدراري تاهما اللي كيخدموا الديزاين تما خصهم شويه ما كنقولوا يعطيو فالور للدومين. هو كيبقى كيسيون ديال الانسان كيفاش غيبني، كيفاش غيبني التفكير ديالو، كيفاش غيلقى النيش اللي غيخدم عليه، كيفاش غادي يشد ديك الفكره وغادي ديفلوبيها، لان اي فكره كبيره اوتوماتيكمون كتكون بزاف ديال الافكار صغار، ودوك الافكار صغار هما اللي كيتسموا البديهيات. شي حاجه بديهيه، اي حاجه تقدر تبقى سيغمونتيفات توصل لشي حاجه اللي انت كتفهمها، لان هنا كنستنتجوا ان ما كاينش شي واحد مكلخ، الانسان المكلخ لا وجود له في هذه الدنيا نهائيا، ما كاين انسان اللي كيقدر يسيغمونتي لافورماسيون على حسب فهمته. قسم 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 قسم. كاين مثلا كنلاحظوا هادشي حتى في مثلا لي ديمونستراسيون ديال المات، كل واحد كيفاش كيديمونطري، كاين اللي كيديمونطري لك في 4 السطوره، كيختزل لك بزاف ديال السطوره ما كيكتبهمش، لانه في عقله كيكالكوليهم وكيقدر يشرحهم لك. كاين اللي كيمشي معاك ايطاب بار ايطاب بار ايطاب، كيبقى يافرونتي في ديك ليدا كيافرونتي فيها حتى كيخرج بواحد ليدا صغيره اللي هي كتكون داكشي كامل. المهم الموضوع في الاخر فيلوزوفيك. لا بصح شنو باش كتنفع الفلسفه كتنفع باش توصل الميساج. ايه لان حتى الشخصيه ديال بنادم كتبان في الخدمه، الا كنتي ضعيف اوتوماتيكمون دغيا غادي تابوندوني، غادي تقول صافي حيد عليا هادشي علاش بغيت كاع تصدع، انا بخير بهادشي اللي كنربح، واخا غيقدر يضيع عليه شحال من حاجه كان يقدر يربحها بان سافوار فيغ اللي هو قليل، كتبقى خاصها غير لوريونطاسيون والتوجيه، لان حتى الانسان اللي ما قادرش اورينتي راسو في الاول غيحتاج لواحد اللي غادي اورينتي. هذه اللي بغيت نقول لك قبيله، هذه هي المشكله، كاين بزاف الناس ما كيعرفوش اورينتي راسهم فين عندهم المشكل، شنو خصهم يديروا، شنو هي ستيب الثانيه، وهذا الشيء كيرجع للتعليم صح. هنا كتحتاج لي زيكسبير، واحد الانسان الاكسبير اكسبيريمونتي عليا انا في الدومين. الا كان صاحبي مثلا وعشيري وانا ديجا مثلا بارطاجي معاه دي زيموسيون وكدا وهذه لانفورما، وهو اصلا ديجا مريح خدام، انا غنجلس حداه مثلا غنلوح له كيسيون ما غنضيعلوش وقته، الوح له كيسيون غيجاوبني وهو او ميم طون خدام. مي واحد الانسان اخر اللي انا غادي ندوموندي معاه مثلا واحد الجلسه، غادي نشد معاه جلسه بيرسونيل معايا انا باش نعطيه دي كيسيون ديالي بيرسونيل باش يطريطي معايا لي بروبليم اللي عندي ما عندوش هو، هنا اوتوماتيكمون غيولي البلانك بيون، لان غادي تشد بنادم غادي تونجاجيه معاك صح باش تبقى تعادل، يعني باش تبقى تعادل ما فينالمون حتى الانسان كيبقى مرتاح. سينون انسان عطاك انفورماسيون سينورا اي واحد يقدر يتعلم، راه المعلومه موجوده في يوتيوب، سول دراري صحابك، شري فورماسيون، شري كورس، دير اي حاجه، المهم كاين تعلم، كاين طريقه باش تعلم موجوده، خاصك غير تحرك.
خاصك غير تحرك تحرك وتانفيستي في راسك، وتقاتل انفيستي في راسك، وتانفيستي في راسك، انفيستي في وما راسك. تقولش باللي راه غنخسر الفلوس، راه داك الفلوس راه تقدر ترجع لك بزاف بزاف ديال الفلوس من بعد. فهمتي، كل ما انفيستيتيش انت 700 درهم في راسك، كل ما جبتيش 3000 دولار فوالا هي كتبقى. هو شوف فينا المخيط صراحه، يعني انا 3000 دولار باقي ما حاسبش راسي راني رابح، لان نقدر نعطي واحد الشق من الاستراتيجي اللي غادي بها. مثلا انا هادي ربحتها مع امازون، ربحتها مع امازون وخدرت واحد الغلط في الاول، انني حطيت راه قلت لك قلتي لي ماشي مشكل 50 دولار هادي فهمتيني. كتبقى هاد الفلوس هما عطاوهم ليا على حساب واحد الخدمه انا درتها الى اخره الى اخره، ما انفيستيت فيها 700 درهم حتى لا بقى فيا الحال ريكوبري 700 درهم ديالي، وداك الشيء اللي بقى رباح. كيف انا كنشوف ملي غيطلقوا لي الادز مثلا في الكونت ديالي فلوسهم نيت غنطلقهم من الادز، ما خسروا كيوليو فلوس امازون، هما اللي كيجيب كيولدوا فلوس وحده اخرى ديال امازون، وانت كتخدم غير بداك الشيء ديالهم. برو راه ما كتستوكي حتى شي حاجه. خمم معايا مزيان، شي كنت بغيت دير هذا البيزنس ديال ماتشبو امازون، انا كنهضر مع الدراري اللي مازال ما فاهمينش الطومين مزيان، كون ما كانش عندك الكونت ديال ماتشبو امازون راه ما غاديش تقدر تخدم في شي دومين ديال بي او دي. بون تقدر تخدم في ريد بابل وداك الشيء هذاك، ماشي بحال ماتش بقى امازون. كون نتايا جيت راني داك البيزنس هذاك، خاصك شي وير هاوس، شي معمل، شي بلاصه فين تستوكي التيشيرتات والهوديز وداك الشيء هذاك، خاصك لي ماشين باش تطبع داك الشيء هذاك، خاصك تهضر مع لي كليون، خاصك الكاستم سيرفيس الخدمه ديال الزبون، خاصك شيبين تصيفط داك الشيء هذاك. امازون كيديروا لك هذا الشيء هذا كامل، الوغ انت راه ما خاسر والو. هذه هي المونطاليتي اللي الانسان الوقت ديالك وصافي، الوقت والكاليتي ديال الوقت بلاصه انا ما نمشي نشد مثلا ستون مع شي واحد نهضر معاه على شي موضوع اللي فينالمون داك الموضوع كامل تيكون مضروب فوا زيرو ايكالا زيرو ياك. نمشي نشد موضوع ونضربو في واحد لافالور اللي كتسوى واحد لافالور، وفينالمون غتلقى ريزولتا ما غتلقاش زيرو. الناس اللي مازال ما بادينش وما عارفينش واش هاد الدومين فيه الفلوس ولا ما فيهش الفلوس، واش غير كذوب واش كذا، شنو تبغي تقول لهم اخويا سفيان؟ لان حنايا شنو باغيين موتيفيو بنادم يتحرك ويخدم على راسو، ما يبقاش يقول راه الدوله ما دارتليش، راه انا تخرجت، انا جبت الدكتوراه في كذا، انا جبت الماجستير في كذا، علاش ما خدامش؟ حيد عليك داك العقليه ديال الفقر هذيك. وانا عندي انا عندي باك بلس 5، انا عندي باك بلس 5 ومن بعد فهمتيني، يعني نقدروا نقولوا يلا سيدي ها انت قريتي وها انت، مي فينالمون راه كتصطدم بواحد الواقع شويه قاسي، الواقع اللي هو داك الوقت اللي عطيتي في القرايه ما غاديش يكومبونسيك مزيان من ناحيه الصالير اللي غادي تاخذ. اكزاكتومون، واي حاجه واي افور درتيه راه ساكوتري، لان لف ان سالاري ضربتي اف درتي افور راه عادي عمرك ما تسمع برافو عليك. لا ما تسمعهاش، وداك البروموسيون ما غاديش تجيك، غتجي غير لهذاك اللي كيعرف باين منشي ولا فهمتيني ولا شي حاجه بحال هكا. هادشي اللي كاين. الوغ بغينا نعيشوا في هذا الواقع؟ لا ما بغيناش نعيشوا في هذا الواقع. داكشي علاش الخوت كنبغيو نوصلوا لكم هذا الميساج باش ان بنادم يتحرك، راه ماشي لا بدا ماتش با امازون، لان فريد ما عجبكش ماتش با امازون كاينين طرق اخرى، كاين يوتيوب، كاين تقدر سميتو تخدم فايفر، كاين دير الافيليت ماركتين سي بي اي ماركت سميتو كوست بير اكشن، فهمتي؟ غير بنادم يتحرك يتاكتيفا شي اللي كاين. اكزاكتلي، لان الناس نقدر انا مثلا الناس اللي يلاه باغيين مثلا يبداو شي حاجه يخدموها سوغ انترنت، سوا ديزون ميرج، سوا بغا يخدم مايلين، سوا بغا يخدم سي بي اي في شي بلان، سوا المهم عطا الله ما يد. مي انا نهضر على التجربه ديالي حاليا في ميرش، خديت لانفورماسيون في الاول بالصدفه، يعني دابا ها هي حتى اللي غيسمع مثلا هذا الشيء واول مره راه حتى هو غياخد لانفورماسيون بالصدفه، يعني غيدوز مثلا منين دزت انا شنو غيبقى خاصو؟ غيبقى خاصو ان كونت فورماسيون، وفي الاول حيد من راسك الفلوس وخدم على التير ديالك يطلع، لان امازون الكونسيبت ديال لي تير خدامه بحال قلتي في الكونسيبت ديال الحوانت. راه عندك حانوت في امازون، عندك حانوت في امازون اللي كيهز 10 ديال الديزاين، عندك حانوت في امازون اللي كيهز 25 ديزاين، حانوت اللي كيهز 100 كيهز 500 كيهز 1000 كيهز 2000 كيهز 4000. انت خاصك تكبر، الا جيت تفكر بالكونسيبت ديال الغيال اش واقع فيه، خاصك تكبر حانوت ديالك. اكزاكتلي، ودابا ما عندك ما دير بالفلوس في الاول، اون فوا راه في فينالمون طلع راه الكونت ديالك ساكن. نقولوا حنا سيدي ما ربحتي والو، انت كتحط ب 13 07 يلا
ما رابح حتى لعبه كتكبر في الحانوت ديالك. من الحانوت ديالك كيكبر اوتوماتيكمون كيسوى، كيزيد الفالور ديالو كطلع، لان راه كيتعطاو دي شيفر في دي كونت اللي تير ديالهم طالع، شي دي شيفر خلاو تيدخلوا في خياليه خياليه، لان الكونت ديالي الكونت ديالي هذه واحد عامين جاب لي 500,000 دولار، وما بغيتش ماشي لصالحك تبيعو، ماشي لصالحك تبيعو، ماشي تبيعو لشي واحد ليجيتيمت لي يعني عن طريق امازون وكذا، بحال اللي غنبيع البيزنس ديالي فهمتي. الا باع لي شي 2 مليون دولار نقدر، الا جاب لي شي 2 مليون دولار نقدر نبيعو، مي مازال باغي نتسنى فهاد الساعه، لان كيدخل الفلوس بوحدو. طالقين الادز كنحطوا ديزاينات ساعه وداك الشيء هذاك، انا ما بقيتش كنقيس فيه بزاف، كاع قليل ديزاينات خدم الادز فلوس داخله صافي. ملي غتوصل لهذا النيفو غادي تقول الحمد لله اللي بديت وما طلقتش وكملت وكملت. هو نشرح واحد الحاجه اخرى، مثلا استنتجت شخصيه هادو كنقول من دابا، انا بار انساني يدير بهم، كنت يعني شي حاجه اللي غالطه بالنسبه لواحد اخر يعني ماشي مشكل، كيبقاو وجهه النظر كتختلف. هو كاين الكونسيبت ديال لي زوبستاكل، انا في الاول كاين مع بزاف ديال الناس تير 10 بزاف ديال الناس، كاين واحد الاوبستاكل اللي هو كبير، داك الاوبستاكل انا خصني ندير لي فور باش نديباس، اي فوا انا كنديباسي كيديباسيو معايا بزاف ديال الناس، مي بزاف ديال الناس كيوقفوا في داك الفيلتر، ما خصكش انت تبقى في دوك الناس اللي موقفهم داك الفيلتر. هنا في تير 25 اوكي، يعني اوبستاكل اخر، واخا الحده ديال المشكل كتقلال، تير 10 كيما عارف انت اخي عندنا راه هو اللي فيه المشكل، الدراري دغيا كيابوندوني، كدوز 25 كاين اوبستاكل اخر، الناس كيدوزوا الناس كيبقاو، انت ديما خصك تقول علاش ما دزتش، ماشي هادشي ما فيهش، هذا الشيء ما فيهش، راه مثلا راه عندنا اول اكزامبل تيبين لك بان هادشي فيه، وعاده كيبارطاجي لي شيفر ديالو، ولا انا لي شيفر ديالي في هاد المده راه صافي ما كيسوا حتى لعبه بارابور شنو كيربح هو. ولكن بالنسبه لشي واحد عنده تير 10 راه هادي شيفر واعر، يلاه بديتي شيفر واعر سامرش باخر الوغ، داكشي علاش تبارك الله كاينه ساتيسفاكسيون تبارك الله، داكشي علاش الناس اللي في تير 10 ما يقولش راه ما كايناش الخدمه في تير 10، ها هو سفيان في تير 10 ودار دي شيفر زوينين، يعني في احسن نهار ديالك كما قلتي لي جبتي 100 وشحال 110 ولا 120 138 سيلز في نهار واحد، تيشيرت واحد، وهذه هي الهضره اللي كنقول للدراري، راه تيشيرت واحد يقدر يرجعك عندك فلوس اللي معمق ما حلمتي بهم، راه كاين تيشيرت اللي يقدر يضرب لك 200,000 دولار في شهر واحد، كاينين دي تيشيرت راه كنشوفوهم عن طريق البي اس ار ديالهم، البيست سيلر رانك ديالهم كتبع الهيستوري ديالو كتشوف داك البيست سيلر رانك شحال كيسوى المبيعات في كل نهار، وكتضرب الحساب في الشهر في الاخر شحال كيقدر يجيب لك، يقدر يجيب لك 150 200,000 دولار وكثر كاع، يجيبها لان امازون عندها لا كليونتيل كبيره، عندها امازون راه اليشي الانترناسيونال راه هي اللي شاده لك اليوم، راه كاين ايلون ماسك شكون اللي موراه، بيزوس اكزاكتلي. الو خويا برافو عليك والله، الا لا فريمون استمتعت بهذا الاكسبيريونس ديالك، جو بونس ان الدراري حتى هما والبنات ما نساوهمش، حتى البنات راه داخلين معنا تبارك الله في ماتش، الناس كيخدموا تبارك الله، سير شوف كيدير ماتش خدامين محركين القضيه، هما اكثر من الدراري. الو نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه التجربه ديال الاخ، وحتى الا ما شفتوا شي حاجه بالبراتيك تقدروا تاخذوا واحد الموتيفاسيون، واحد الانرجي ديال ان يس هذا الشيء راه كاين، يس راه كاينه الخدمه، يس السيد حقق هذه النتائج هذو حتى انا نقدر نحقق هذه النتائج، ما تحطش لي زوبستاكل حداك، بون لي زوبستاكل كاينين ولكن خصك تتعلم كيفاش تطلع من فوق داك لي زوبستاكل، ولا تدوز عليهم من جنب ولا هذا لقى الحل. الوغ الهدف ديال هذا الفيديو كان هو اننا نموتيفيو الناس ونوريهم واحد يعني واحد الجانب اخر ديال يس كاين سيد تبارك الله في تير 10 وجاب هاد النتائج هادو حتى نتوما تقدروا، واللي بغى شي كونت راه كنبيعوا ليه كونت، تقدر دوموندي الكونت ولكن يقدر يوصلك يقدر ما يوصلكش من عند امازون، انت وشحال باغي الكونت، واش باغيه بزاف تاخذو دابا في ظرف 24 ساعه ولا تبقى تسنى حتى يوصلك، فهمتيني يعني ما باغينش حنا باغيين غير نبيعوا للناس، كنقول لهم ها لا رياليتي، الوقت ساكوت الوقت ساكوت exactly. الوقت كيسوى الثمن، علاش نتسنى عامين، يلا علاش تسنى شهر ولا شهرين باش غادي يوصلك. عرفت شي واحد الحاجه اخي، عندنا نقدر نقول لك اكثر واحد موسوس في هذه القضيه مثلا ديال تشري كونت ولا شي حاجه هو ولكن ملي كتكالكولي الوقت اللي غتربح
راه ربح كبير يعني 700 درهم صاحبي، راه انسان يشري بها غير السروال، انسان يشري بها يسبر ديالها، انسان يقدر غير يشوف على حساب السروال غيتقطع، ولكن داك ملي كتانفيستيها في واحد الحاجه اللي غترجع لك الفلوس راه ما خسرتيهاش، راه بالعكس استعملتيها باش تولد الفلوس، وبطبيعه الحال كتبقى الخدمه ديالك هي اللي الكاليتي ديال الخدمه، الكاليتي ديال الخدمه اللي هي كديبون بزاف ديال لي فاكتور هما اللي هضرنا عليهم قبل. واللي سميتو ما كيعرفش يخدم، راه كاينين الفيديوهات في يوتيوب، ماشي غير انا اللي كندير الفيديوهات بوحدي، راه كاينين الناس واحد اخرين، كاين مغاربه، كاين مراكنه، كاين جزائريه، سير قلب المعلومه موجوده. الا ما عرفتيش تعلم من يوتيوب، راه درنا للناس ما عرفتش واش شتي الفورماسيون ولا لا، 100 ديال الناس خصنا ليهم فورماسيون جوج ديال المرات درتها معاهم، يعني مع جوج ديال 100 ديال الناس مختلفين، وعلمناهم كل شيء من أ حتى لزيد. راه في كل فيديو اخي الغزال، في كل لايف كنا درنا شيء ما بين ساعتين ونص حتى لخمسة ساعات، يعني ايماجين خمسة ساعات وانت كتهضر غير في توبيك واحد، يعني غير وانت كتعلم بنادم كدير هادي هكا وهادي هكا وهادي هكا. هذه بالنسبه للناس اللي باغيين يتاورينتاو، ما عارفينش اورينتاو راسهم، ما باغينش يضيعوا الوقت يتعلموا من يوتيوب وهذا وهذا. ماشي كنقول لكم الخوت اجيو شريو الفورماسيون، كنقول لكم ها لي زوبسيون اللي عندكم، بغيتي يوتيوب سير اليوتيوب، ولكن غادي تضيع الوقت انك تحاول تجمع الانفورماسيون. بغيتي الفورماسيون واجده، راه عندنا ميريكورديا، شنو كندير مع الدراري دابا، اي واحد شرا الفورماسيون كنعطيه جوج ديال لي فورماسيون ديال الجروب الاول والثاني ديجا مسجلين، كياخذوا داك لي فورماسيون هادوك. الا عندهم شي ما كنظنش غيكون عندهم شي سؤال من بعد ما يتفرجوا داك جوج ديال لي فورماسيون، امبوسيبل. علاش؟ لان 200 ديال الناس سولوا داك الاسئله اللي يقدروا يكون عندهم في دماغهم، سولوها ديجا في الفورماسيون، في وسط الفورماسيون وانا كندير بريزونطاسيون وندير البراتيك ديالي، هما كيسولوني وانا كنجاوب، وحتى في الاخر ديال الفورماسيون كنعطيهم واحد لوبورتونيتي باش يسولوا اسئله اللي ما سولوش في وسط لا سيونس، وتنجاوبهم في الاخر. الو كل سيونس هادشي اللي كيوقع، راه ما يمكنش شي واحد يبقى عنده شي سؤال ما مجاوبش، ولكن اوكا او الا بقى عنده شي سؤال ما مجاوبش، راه كاين الفي اي بي فيسبوك جروب اللي كندخلوهم معنا، وكان نسميتو اونغاجاو تما، وداكشي هذاك موتيفاسيون، كندير لهم دي لايف ساعه ساعه، الا عندهم شي سؤال كنجاوبوه تما. وغير الناس اللي لب، الناس اللي نقيه باغيه تخدم، شي بنادم اللي غادي يتفلل، ندخل غير الناس اللي شاريين الكوب والناس اللي باغيه تخدم صافي. الو غادي بالنسبه للفورماسيون، بالنسبه للناس اللي ما عارفش يعني كيفاش يلقى النيشات وداكشي هذاك، راه عاطينكم 200 نيش اللي فاك شي شويه، نتوما صابنيشيو عليهم وقلبوا عليهم وغادي تخدموا بهم، راه حطهمكم في سميتو في يوتيوب ديالي بلا فلوس. حتى في هذا الفيديو غنحطو اكثر من 200، اكثر من 200 نيش برانسيبال. كنت صيفطو لك حتى صيفطهم لك مع الكونت. شفتهم الوغ اللي بغى داك النيشات هذوك غنخلي لكم لتحت في الديسكريبسيون بلا فلوس، ما تخلصني لا ريال لا جوج، غير سير خدم الله يسهل عليك. بغيتي السيرفيس ديال النيشات ما كتعرفش تقلب على النيشات، راه داير لكم السيرفيس ديال النيشات حتى هو غادي تلقاه لتحت في الديسكريبسيون. عرفتي اخي سفيان، السيمانه اللي فاتت لقيت واحد 40 ديال النيش حطيتهم كاملين، راه فين ما كندير الابديت كنلقى النيشات اللي كنلقى كنحطهم، 40 ديال النيشات حطيتهم اخي، راه الناس اللي داخلين في السيرفيس غادي يقول لك شنو كاين. ما كنبخلش على بنادم، بشحال $20 في الشهر، 40 ديال النيشات تحطو غير في سيمانه، $20 في الشهر دلالو الا صافي والله العظيم بالله يرحم لك الوالدين. زيني ديروا ليهم ريسيرش وداكشي هذاك، انت شحال ديال الوقت غادي تسيفي باش تلقى النيشات، لان راه السيرش هو اللي كيدير الوقت. الله يعطيك الصحه. اش كيبقى تقاد ديزاين، شوف انت غتخدم على تكست بيز ولا كان نيش نادره راه غتبيع. فهمت. انا ما ديزاينيتش شي ديزاين كبير ولا شي ديزاين واعر، انا اول مره غنخدم بالالستراتور، اول مره في حياتي غنخدم به، كتب التكست الاول درت ليه واحد ليفي واحد الفونت، حاولت شويه نادابتيه للفكر ديال دوك الناس اللي سيبل لذاك النيش، وجات جابت ريزولطا ما شاء الله. مي اوغوزمون كان النيش في الديبي ديالو، يعني يلا كان في الديبي ديالو عطات ريزولطا ما شاء الله بخير. ايوا خويا الله يزيد منك. وحتى السيرفيس اخي عندنا، انا معاك في داك السيرفيس اخي، عندنا نتابونا مع خويا. مرحبا خويا على راسو العين، مرحبا مرحبا. تابونا مع خويا، هادشي زوين. اخويا الغزال شكرا بزاف، فتي الدراري
عطيتيهم بزاف ديال الموتيفاسيون وطاقه ايجابيه. ان شاء الله نجيبوك في شي لايف واحد اخر ولا شي نديرو شي لايف في انستغرام ولا شي حاجه تبارطاجي لانفورماسيون. مي هادشي تبارك الله يعني غتعطي واحد الدفعه للشباب باش غادي يتحركوا ويخدموا. راه لان الهضره مني ماشي بحال الهضره من واحد اللي يلاه بادي حتى هو. انا نقول لك واحد الحاجه، هما اش كيقولوا اخي عدنان، تيقولوا هذا الساط عنده البيوت ديالو كوميرس، يعني تيقولوا هذا الساط كي ماركوتي داكشي اللي كيدير باش يبيع لي سيرفيس باش كذا باش هادي، في حين اننا كنشوف الريفوني ديالك في مارش ما تحتاجش لهادشي الساط والله. يعني راه مات هو ماشي هي الخدمه برينسيبال ديالي، ماشي واحد راه ماشي هي الخدمه برينسيبال ديالي اصلا مات فهاد الساعه. يعني كيبقى واحد لو سونس. انا باش فهمتك اخي عدنان، لان عندي نفس لو سونس. حتى صحابي مثلا راه يقدروا يشوفوا هاد الفيديو راه يقولوا لك شنو كاين، ان اي حاجه فيها الرباح ما استفدتش منها بوحدي، نفيد من ناس صحابي اخرين، ولا تقامت عليا ديك لانفورماسيون بواحد الجهد وبواحد الفلوس انفستيتهم والى اخره، اوتوماتيكمون داك الساط اللي غادي انا غنوريه داك الشيء غير بارطاجي معايا شويه الكوسور عادي. ماشي حاجه، راه غير بلا مكعقد الامور وصافي، بلا مكعقد الامور. شوف العقليه ديال بنادم اللي هو ديما هو اللي تيكون ذكي كثار من القياس، دو بريفيرونس يخدم الذكاء ديالو في الخدمه. صح. يعني ما يخدمش الذكاء ديالو حكا هذا باغي يقول بني باغي يدير، واخا سيدي ها 700 درهم يلا شنيس الله يهدي الشباب الله يهدي الشباب وصافي. دابا شوف هاد الشيء راه كي الله يسهل على الدراري كاملين والبنات، راه ولينا اميون من هاد الشيء هذا، يعني جلده قصحت مع هاد الشيء هذا. راه كيجي بنادم كيقول لك دابا نتايا مسالي كتلوح فيديوهات في يوتيوب غير الادز. برو راه الادز ما يشغليش حتى هذا الميكروفون اللي كان نسيني، الادز ديال عام كامل ما يشغليش حتى هذه الكاميرا هذه اللي كنصور بها. الوغ بنادم يكبر شويه العقل ديالو فهمتيني. حنايا علاش في يوتيوب؟ باش نبارطاجيو لانفورماسيون، ولا كان الا كان شي بيوت كوميرسيال راه حتى هو كاين، علاش لا؟ لان غاري في راه ما دايرش انستغرام ديالو باش يبارطاجي لانفورماسيون، راه عنده شركه ديال هذا السوشيال ميديا مانجمنت ماركتين مانجمنت اللي كيخدم مع شركات كبار باش يكبر البراند ديالو. الوغ بنادم مازال ما وصلوش هاد الكونسيبت ديال ان يوتيوب راه ايت ا ماركتين بلاتفورم، يعني كتماركتي به البراند ديالك البيرسونال براند ديالك، والا من بعد بعتي شي سيرفيس ولا شي حاجه شكون اللي ما بغاش يربح؟ شكون اللي ما يبغيش يربح؟ غير ما تنصبش على بنادم. وانت الا بغيتي هذه هي الخايب، والا بغيتي انت دير بحالي انت دير بحالي، سير فتح الشانل ديال اليوتيوب غير خصك تقد عليها، فتح الشانل ديال اليوتيوب صور الفيديوهات، تكون بعدا انت اكسبير في الدومين اللي غادي تهضر عليه فهمتي، وسير انت ربح الله يسهل عليك. علاش مي كما قلت لك خص بنادم يطور عقله. شوف الربح انساني اكثر من انه مادي خير، لان لانفورماسيون كما قلت لك في الاول راه حتى شي فالور ماتيريال ما غتعوضها، لان يقدر واحد انفورماسيون يقدر يضيع عليها مده كبيره من حياته ضاربها في وزيرو في الاخر. مي غتجيك كما تنقولوا انا من يمه القرايه كنا كنقراو، تيتفغي شي واحد كيعطيك اللاصق كما فهمتي، تيجي تيقول لك شوف اش كاين اش كاين اش كاين، بديتي غير تط شنو كاين شنو كاين شنو كاين، انت ديك الساعه كتعرف تاورغانيزي التفكير ديالك باش كما قلت لك حتى واحد ما مكلف في الاخر، راه كلشي غيعرف يخدم وكلشي غيعرف يفكر، ويقدر بنادم يدير باسي فهمتي يدير باسينا يقدر الله يسهل على كلشي. كتبقى مساله ديال الرزق، كتبقى مساله ديال الرزق اخر فهمتي، يقدر يجي شي واحد موراك ويجي يبدا يطحن بابا هذاك الدولار اكثر منك انت، والله يسهل عليك فهمتي بصحته. لان داك الرزق كيجي من عند الله، كاليتي خدمتو هذيك والرزق كيجي من عند الله، خدمتو والله كيسهل فوالا حتى الله كيسهل الى لقاك تدير افور وعاطي داكشي اللي بجهدك وما متبعش الخاويات، راه اوتوماتيكمون غيعاونك حتى اكزاكتلي غيعاون والانسان حتى هو يزيد يعاون راسو بشويه ديال الموتيفاسيون بينه وبين راسو، الانسان يتصالح شويه مع راسو. حتى الا عندك شي مشكل بينك وبين راسك سيباري مع الخدمه، حتى واحد ما خالي من المشاكل، كلشي عنده مشاكل بيرسونيل، ما الخدمه خدمه والمشاكل بيرسونيل اون دي بروبليم بيرسونيل، ما تخلطش بينات الامور. الانسان ما يتاثرش بشنو واقع في لونتوراج ديالو وصافي. معلم برافو عليك اخويا، استمتعنا بهذا
سيسيون هادي، بغينا نديرو غير فيديو خفيف سلقنا في بودكاست، مي الحمد لله فريمون فريمون استفدنا. تبارك الله عليك اخويا سفيان، شكرا بزاف. بالنسبه للناس اللي محتاجين كونت ديال ماتش با امازون ولا كيعرفوا شي واحد اللي محتاجو، راه كنبيعوا لي كونت ويوصلوكم في ظرف 24 ساعه ان شاء الله. تقدروا تشريو الكونت ديريكت من السيت ديالنا اللي غنخلي لكم تحت في الديسكريبشن، ولا كاين طرق اخرى ديال الدفع، اتصلوا بينا ان شاء الله وقولوا لنا الطريقه المفضله ديالكم ديال الدفع ونقول لكم شنو ديروا. وبالنسبه للناس اللي باغيين يتعلموا ماتش با امازون من احد زد، راه عندنا لي فورماسيون ديال ماتش با امازون، هنا غنخلي لكم ليان تحت ان شاء الله. واللي بغى هديه ديال 100 نيشات خدامين مزيان، هنا غنخلي لكم ليان تحت. واللي ما عندوش الوقت باش يقلب على النيشات ولا ما كيعرفش كيفاش يقلب، راه عندنا سيرفيس ديال النيشات، غنخلي لكم ليان حتى هو تحت. شكرا للاخوه والاخوات اللي تبعوا معنا هذا الفيديو، هذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ديروا واحد لايك لهذا الفيديو باش يوتيوب طلعوا شويه في الالغوريثم ويبان الناس واحد اخرين باش حتى هما يستافدوا. اشتركوا في القناة، راكم غادي تستافدوا ان شاء الله. خليوا لي شي اسئلة الى عندكم شي اسئلة تحت في الكومنتس، وكاع داك لي سيرفيس راني خليت لكم لليان ديالهم تحت في الديسكريبشن، الوغ اللي انتريسي مرحبا. ولا عندكم شي سؤال تصلوا بيا اما تحت في الكومنتس، ولا صيفطوا لي ميساجات في انستغرام ولا ايميل راني كنجاوب. وضغطوا على داك زر الجرس باش يوصلكم الفيديوهات كيف ما نطلعهم بطبيعة الحال، لحقاش بزاف الناس ما تيشوفوش الفيديوهات ديالي بلا نوتيفيكاسيون، الوغ ملي كديروا النوتيفيكاسيون كيوصلوا دغيا. ايوا ان شاء الله نشوفكم فيديو الجاي ان شاء الله، غادي يكون شي فيديو مفرقع عاوتاني. شكرا خويا سفيان، ميرسي. او بليزير خيرنا، الله يودي. مرحبا خويا، الله يسهل على الدراري كاملين. اديوس اديوس.